نفسها ليه كده؟ هي حلوة فعلا يا عم شكري، بدليل لما هايدي اشتغلت عليها شوية كده بشوية حاجات بسيطة شكلها اتغير 180 درجة. بعدين بشوية دروس من هايدي ازاي تتعامل على اساس انها جاية من الطبقة اللي احنا عايزينها هتبقى مناسبة جدا. وما تنسوش كوريا لبط ومخربشة، يعني هتعرف ازاي تتعامل مع واحد زي مروان لبط ومخربش وجاي من الوراق. انت بتقول ايه؟ كوريا دي مستحيل تنضف ولا حتى تتعلم اي حاجة، احنا كده بنضيع وقتنا وهنلاقي هايدي محكوم عليها في الاخر. طارق ممكن مالكش دعوة، ده شغلي انا وانا اللي هتصرف فيه. انا ما بقولش انها هتسافر، انا بقول نعمل محاولة مش هنخسر منها اي حاجة. المهم دلوقتي انا عايز هايدي تقعد مع كوريا لمدة شهر متصل، تشتغل عليها من جوه ومن بره لحد ما تجهزها تماما. وفي نفس الوقت عايز عنوان مروان في اليونان من نجوان وابوها. انا هاخد طارق وشكري ونروح عند ابو نجوان الراجل الزبالة ده، ناخد منه الوصل خصوصا بعد ما مروان ضحك على بنته. ايه بس في مشكلة هنا دلوقتي؟ انا ما افتكرش ان كوريا هتوافق على حكاية التغيير دي، ولو وافقت مش هتوافق انها تقعد مع موسوكا، ولو وافقت انها تقعد مع موسوكا مش هتوافق انها تهمل سندس لوحديها، ولو وافقت ان السندس تقعد مع موسوكا يبقى خلاص الدنيا ولعت طالما الاثنين قاعدين مع بعضيهم. التلاتة دول يا حبيبي تابعك بقى، شوف بقى هتحل مشاكلك معهم ازاي. ما يقدر على القدرة لربنا، بس في مشكلة تانية. هو انت يا عم شكري بتحب المشاكل؟ بتمشي ورا المشاكل اللي قاعد بتسعى فيها؟ ها عندك ايه مشاكل تانية يا شكري؟ كوريا عندها سابقة قديمة ومعهاش بظبط تسافر بيه، كيف هتسافر يعني؟ ما تقلقش يا عم شكري، ورق كوريا انا هظبطه وهطلع لها باسبور وهجيب لها فيزا كمان. الموضوع ده هياخد حوالي شهر تقريبا. في الشهر ده هايدي هتشتغل على كوريا من بره ومن جوه وهتظبطها 100%، ولو النتيجه طلعت كويسه يبقى كوريا جاهزه للسفر. عم شكري كبداكي كبداكي. يا معلم صباح الفل. صباح الفل ده ايه؟ ده احنا بقينا العصر، يكش تكون لسه صاحي. انت هتصاحبني ولا ايه؟ ما تستبح على الصبح. ايوه عم، ما انت خلصت مصلحتك وهبرت ال 5000 جنيه. الا قول لي الحاج عرفه فاضل له قد ايه على ما يخلص العماره؟ لا اوعى تزن عليه ليرمي لك الفلوس في وشك. انت فوت كده شهر ولا اتنين وبعدي عليه، لقيت العماره خلصت بكلمه، غير كده ما تزنش. كداكي الحوار اللي بينا ده مقاطيع الحته ما يعرفوش، انت عارف عينيهم تتدب فيها رصاصه. ما تقلقش يا معلم، سرك في زير. على فكره انا روحت للمأذون وطلقت الست نواد رسمي. بجد والله؟ اه، وهبعت لها ورقتها على الكباجيه. لا حول الله يا رب، ده انا جامد قوي ما يغركش المنظر. اه ما انا عارف. اه وبعدين هي تشتغل في الكباريه، تشتغل في استغفر الله العظيم، انا ما يعنينيش حاجه. انت جدع يا معلم وربنا انت جدع، عشان كده انت ربنا هيكرمك. انت لما الفلوس تجري في ايدك البت دي هتجيلك زحفه على هتجيلك والله هتجيلك. السلام عليكم. راح فين يا ست؟ معاد جلسه غسيل الكلى. ومعاد غسلة موتك إن شاء الله إمتى؟ ما ربنا يأذن يا أبو نجوى. طب لحد ما يأذن بقى إن شاء الله. البنت الكبيرة دي تقعديها من المدرسة، أنا شفت لها شغلانة في شقة واحد بيه كبير، الست مراته عايزاها تقعد معاها طول الأسبوع، تجيلك يوم الجمعة تحميها وتغسليها وترجعها لهم يوم السبت. حضن المدرسة إيه اللي البنت الصغيرة دي هتقعد؟ حرام عليك، سيبي البنت في حالها. شغل ايه ده اللي البنت دي هتشتغله في البيوت؟ حرمت عليك يا عشك، مش احسن ما تقطع زوجتها الكبيره؟ علمتها وكبرتها وصرفت عليها كل ما املك، وفي الاخر طفشت وعايشه مع واد زباله في الحرام ومستخسره تبعت لنا اي حاجه. ابوس ايدك ابوس ايدك يا شيخ، النبي سيب البيت وانا هرجع المستشفى تاني وخلوهم يشغلوني وهجيب لك كل الفلوس اللي انت عايزها، بس سيب البنت في حالها. ماشي، اتصرفت وجبت لها قرشين اهي قاعده في المدرسه، ما تصرفتيش ورحمه امك الغاليه فلومتها ما هتعتب بابها تاني. والله العظيم هجيب لك كل الفلوس اللي انت عايزها، بس سيب البنت في حالها الهي يسترك. ماشي حكيم، انا مش مضيعني معاكم الا قلب الرهايف ده. يا خال يا خال، انا لا ليا سفر ولا زواق ولا بابي ولا مامي ولا انفع في الشغلانه دي من اساسه، ثم موسوكا مين دي اللي اروح اقعد عندها؟ وخالتي اللي نايمه جوه ده اعمل فيها ايه؟ كفايه بقى، كفايه العرق الصعيدي اللي معشش في نافوخ ده. انت هتاخدي خالتك سندس وتروحي تقعد عند الست موسوكا؟ مالها الست موسوكا؟ دي طيبه، بتطلع على فوق كده وتنزل على الفاضي،
قلبها كيف حزمة الفجل الورور ورور؟ ايه ورور؟ ما تحاوليش يا حبيبتي تفهميش، انا شخصيا ما فهمش بيقول لي سيبك منه. بص يا كوريا بنتي، احنا جايين لك النهارده مخصوص انا والدكتور نادر عشان يعني نعتذر لك عن سوء التفاهم اللي حصل بينك وبينه. وبعدين احنا كلنا عارفين انك بنت جدعه واحنا تحت امرك ونساعدك في اي حاجه. دكتور نادر عامل لك مفاجاه صمبربريز تجنن. بالله عليك يا دكتور، بالله عليك تحكي لنا ايه الحكايه اللي حصلت؟ انت حكيتها لي من شويه. بصراحه كوريا، لما عم شكري قال لي انك عندك سابقه انا قلقت وقلت لازم اسال عشان اعرف ايه اللي حصل بالظبط. لقيتك واخده سنه بتهمه التعدي على مديره مصنع المراتب اللي كنت بتشتغلي فيه، الست اللي اسمها ليلى المرزوقي، صح؟ الله احرقها مطرح ما هي قاعده، دي ولاد بنت حرام، ده لو اشوفها بس اخنقها بايديا دول. اللي ما تعرفوش يا كوريا ان المصنع اللي انت كنت بتشتغلي فيه ده بتاع مروان، وليلى دي مجرد موظفه بتشتغل عنده، وهو اللي خلاها تحبسك من غير ما يعرفك ولا تعرفيه. يبقى طارق مع مين يا كوريا؟ مع ليلى ولا مع مروان؟ ايه؟ تيجي ازاي دي؟ يعني الجدع الواطي اللي اسمه مروان بتاع جولي ده هو اللي سجنني انا كمان؟ وهو صاحب المصنع اللي كنت بشتغل فيه؟ دي تيجي ازاي ان شاء الله؟ ما تفهمش. هقول لك انا تيجي ازاي؟ هقول لك. لما انت رفضتي توقفي مع امك في الكوافير، انا رحت للاستاذ مروان ده عشان استصبحه يشوف لك شغلانه شغالك في المصنع. وبعدين لو حصل مشكله مع الست ليلى وحصل لك حكم، انا رحت عشان استصبحه. قال لي بقول لك ايه، انا قطعت علاقتي مع الناس دي. يا ابن الحرام، ماشي، ده انا كده طري بقى طري، لكن ماشي. بس برضك الولايه اللي اسمها ليلى دي انا مش هيهدالي بال الا لما اشوف فيها يوم. يا حبيبتي، ما هو انت لازم تمشي من البيت ده، البيت ابتدى يقع. اتفضلي انت كده وكده هتمشي، تروح عند ام سوكا تبقى براحتك هناك، انت وهايدي هتدفعوا الايجار مع بعض. بصراحه الايجار هيتوزع بينكم كل واحد بفلوس. فلوس ايه؟ ولا ياكل عشان ادفع مفروش؟ خلاص يا بنتي معلش، محل الكوافير بتاعك ده المده اللي هيتقفل فيها انا هدفع لك الايجار. ما هي قفلته يا باشا، وكانت رايحه تشتغل في محل الست ديني، مش كده؟ ايوه. انا هدفع لك المرتب اللي كانت هتديهولك دينا، خلاص. بس يوم بنتي تطلع براءه عندي ليك هديه عظيمه قوي. يا عم الحاج، يا عم الحاج، انا قصتي مش قصه فلوس صدقني. انا دلوقتي بقيت ذات نفسي اللي عايز اجيب مروان ده واديله بالشبشب على دماغه، ومش عايزه حاجه. بس كل الحكايه انا ما بقتش عارفه اتصرف ازاي، مش عارفه اتصرف ازاي في البيت، هقول للناس، هتصرف ازاي في خالتي؟ مفيش حاجه. انتي فتحتي تليفونك؟ لا، كان في مسج مهمه لازم ابعتها، بعتها وخلاص. طب ازاي بقى مفيش حاجه؟ ده انتي حتى مش عارفه تضحكي. ربنا ما خلقش حاجه ليها اول وملهاش اخر، وهو عمر واحد، فبلاش الحزن ده. كل الناس اللي بحبهم وحشوني، مش عارفه اشوف اي حد فيهم. هما مين بقى الناس اللي انتي بتحبيهم؟ علاء وحشني قوي، كل شويه بتخيل انه هيجي لي على هنا يخبط على الباب يضحك ويقول لي لقيتك، كاننا كنا بنلعب استغمايه. هم الناس الاغنياء برضه بيلعبوا استغمايه؟ انا كنت بلعب استغمايه طول الوقت انا ونجوان، بس هي كانت طول الوقت تسيبني مغميه عينيا وتروح تلعب مع حد تاني. هاجر، موبايلك بيرن يا هاجر. طيب جاي ثواني. هاجر. نعم. موبايلك بيرن، مش عارف اتحرك ولا اعمل اي حاجه في بيتي. بصي عشان خاطري ما تحرجنيش بقى. الو، هايدي؟ طب ثانيه واحده، في واحد عايزك اسمه الدكتور نادر. نادر حبيبي، ما كنتش اتمنى اقولها لك في رساله، بس انت وحشني بجد، وانا مقدره موقفك ومش زعلانه منك، وعايزك انت كمان تقدر موقفي. ارجوك اوعى تزعل مني، اكيد قريب ربنا هيثبت لك ان انا كنت مظلومه. اوعى تبطل تحبني لحد ما الوقت ده يجي، وساعتها هنمسك ايد بعض ونخرج للعالم كله ونقول اننا بنحب بعض. بحبك قوي قوي. Thank you.
مالك يا ابني؟ لا مفيش، الظاهر الالوان حرقت لي عيني. طب انت بترسم طول عمرك، ايه الجديد يعني؟ يا عم سيبك مني انا، انت مالك قافل كده ليه؟ اسماعيل بيمكدرني. القضيه شكلها معقربه، هايدي ملهاش وجود، ونادر شكله ملوش في الليله، والفلوس بره مصر. هسحر انا؟ عمال يقول لي بقى دي رابع قضيه ما بتخلصش الا لما بديها لزمايلك. انا مش طايق نفسي علاء. معلش معلش يا ياسر. معلش ايه؟ وانا بقول لك حكيت العربيه وانا جاي لك. مالك يا ابني انت راخر النهارده؟ مفيش حاجه. فين اللوحه بتاعت صاحبتك؟ خلصتها. خلصتها؟ طب انا هموت واشوفها، هي فين؟ ارفع القماش الابيض هتلاقيها تحتي. طب ايه؟ ردت عليك في موضوع الجواز؟ رفضت. احسن يا عم فكك، شكلها وحشه خالص. دي اللي كنت مجننة عليها. لا حول ولا قوة الا بالله، ايه الراجل المجنون ده؟ انت مستحملاه ازاي يا نجوان؟ الله يكون في عونك يا حبيبتي. اه والله. بس بأمانة ربنا انا قلت هروح الاقي بواب واسانسير وجو من ده، كنتش مفكرك بنت بلد زينا كده. انت عاوز مني ايه يا ابراهيم؟ انا قصد كل خير، او ربنا. انا اتقصت وقعت على واد فني اشعه ابن جنيه، شغال مع ناس هيجيبوا لك واحد يتبرع بكليته. بس الموضوع هيتكلف بين 70 ل 75 ألف جنيه، عشان دي فصيله نادره مش منتشره زي كده. وانا هجيب المبلغ ده كله منين؟ بس بقى ما تفكك بقى نجوان من الجو اللي انت عايشه فيه ده. وبقول لك ايه؟ انا عارف الموضوع بتاعك انت ومروان كله من طقطق لسلام عليكم. ايه ده؟ انت وشك اتخطف كده ليه يا ماما؟ ما تقلقيش، ده انا كبداكي يعني راجل وكفاءه وعشره على عشره، سرك في بير بترول. بس طلعي يا بنت الحلال الفلوس دي واصرفي على الست الغلبانه اللي بتموت. انت مش فاهم حاجه. لا انا فاهم، انت مكمره الفلوس وخايفه على البوليس يشمها. بس دي امك برضو يا نجوان، امك. مش بقولك انت مش فاهم حاجه. طب يا سيدي عشان اريحك، مروان اتخطف، في ناس خطفوه معرفش هما تبع مين، والفلوس كلها فضلت معاه في اليونان، وانا بقى رجعت مصر بشنطه هدومي وشويه فلوس فاكر، يعني طلعت من المولد ده كله بلا حمص. اتخطف؟ اتخطف ازاي؟ ايه الفيلم ده؟ معرفش بقى مكانه فين. المهم دلوقتي يا ابراهيم انا عاوزه شغلانه ان شاء الله ب 1000 جنيه في الشهر. شغلانه ايه و1000 ايه؟ انت مجنونه؟ الفلوس اللي معاكي فين؟ يوه انا قفلت الصفحه اللي ورايا دي خلاص. انا خسرت كل حاجه وخايفه على ماما وحاسه ان انا سبب في اللي بيحصل لها ده كله. يعني انت طلعتي من مصر انت ومروان معاكي 50 مليون اخضر وراجعه منفضه؟ ايوه. جاك قهوه، انت هبله. اهو ده اللي حصل بقى. بص يا نجوان، انت ما ينفعش تطلعي من المولد ده بلا حمص. امال هنعمل ايه؟ ما اعرفش، سيبيني كده افكر وادعبس واشوف هنعمل ايه. انت جيتي معايا سكه ووقعتي صح مع اللي هيجيب لك الحمص كله. او ربنا كله. علاء بقى لقيت ان الست صاحبه المحل اللي موكل المعلم سلومه متهم بحرقه شخصيه وهميه اساسا، وانها واحده هربانه ومنتحله شخصيه غير حقيقيه، وانها هربت من المنطقه كلها، وبما ان مفيش صاحب محل حقيقي ومفيش شاكي فبالتالي مفيش قضيه. فانا بقول لحضرتك لو تعفينا من الاجراءات المعقده وتخرج معايا المعلم سلومه، وخصوصا ان الراجل ده طول عمره مشهود له بالنزاهه والاستقامه. غور مع الاستاذ. يلا كتر خيرك يا سعاده الباشا، ده جميل كبير قوي، ربنا يقدرني واردهولك. الف شكر علاء باشا على تطبيق روح القانون. السلام عليكم. فضل فضل. سلام يا باشا. خش برجلك اليمين يا نجمة مصر. اتفضلي يا ست الكل. هي دي شقتك يا ناني. شايفة؟ ريسبشن كبير وثلاث مطارح وحمامين ومطبخ ايه؟ اوبن تشيكن امريكاني وبراندة كبيرة شرحة وبرحة يربح فيها الخيال، والعفش ايه؟ شغل فنادق على ابوه عشان يستحمل لا مؤاخذة تنطيط الصين. تنطيط؟ تنطيط مين يا اخويا؟ هو انا عندي حد بيتنطط؟ انا قصدي يعني عشان لو موسوكة جاتلك ولا حاجة البيت اهو برضه يستحمل الوزن التقيل. ام موسوكة وسوكة بس هما اللي هيعتبوها، غير كده لا. اصيلة يا ناني. طيب بص يا ست الكل بقى، هتعدي الشارع يا دوب فرك الكعب تلاقي نفسك جوه المحل، لا مواصلات ولا زحمه ولا قلق، عشان تيجي مبسوطه ومرتاحه لزباينك ومعجبينك. ها قلت ايه يا قمر؟ على البركه؟ على البركه. اصيله يا ناني، عندي ليكي خبر حلو كمان. قول يا اخويا. الحاج منير الدرويش صاحب قناه تقاسيم للرقص الشرقي، عايزك تعملي عنده كليبات وبيدفع حلو قوي. اهم حاجه الكلام في المادزيات. لا انا مش هسيبه، انا هفضل وراه، انا هظبطها لك الماديات دي. وعلى فكره
مش هسيبك انت كمان قاعده ساره. نادر ايه اللي جابك؟ وبعدين اخرته ايه اللي انا فيه ده؟ يعني هفضل هربانه كده لحد امتى؟ وهثبت براءتي ازاي؟ وانا هعمل ايه لوحدي وكل اللي حواليا تخلوا عني وسابوني؟ حتى نادر اللي كنت معتمد عليه في كل حاجه وكان املي الوحيد سابني لوحدي ومشي. انا خلاص مش قادره اثق في اي حد تاني ولا عندي امل في اي حاجه. انا تعبت بجد مش قادره خلاص. هايدي انا جايه اترمي في حضنك قبل ما اسلم نفسي. سلمي نفسك ليه يا بنتي؟ في ايه؟ ابراهيم نوح ابراهيم؟ تقريبا. امضي هنا. انا؟ ايوه. ايه البتاع ده؟ ده السلع في النيابه. امضي في ايه؟ امضي حضرتك. اتفضل. كوريا ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبهولي عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو امال لك يا وليه بتقولها لي كده كاني ما اعرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى اعمله لك كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روح اقعدي هناك. هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. الساعه بقت 2 الظهر وانت بقى لك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربيه. انا جالي استدعى من النيابه. يا سبتي ليه؟ ما عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ ما انا على حطت ايدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس لسه مصاحب لي العيال الساعه طعموس بلت. مصاحبهم تقوم النيابه عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك يا حبيبتي، يلا حبيبتي حلوه كده عشان نبقى قسمنا البلد نصين بين انا وامي. يلا حاسبيها شيماء. وايه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريحه كوريا. انا لو فضلت عايشه بالطريقه دي اخرتي هتبقى في مستشفى المجانين مش في السجن. انا هفضل هربانه لحد امتى؟ هفضل عايشه جوه جمالات دي قد ايه؟ انت مش متخيل يا بابي الناس اللي انا عايشه معاهم عاملين ازاي؟ مش متخيل بتصرفوا ازاي؟ انا خلاص مش قادره اكمل، انا تعبت. ليه بس كده يا ست هايدي؟ طب والله يا ابو طالب بيه، والله الناس هناك في بطن البقره بيعشقوا وبيحبوا ست هايدي دي، وخصوصا بعد ما فتحت المحل بتاعها، عاملينها هناك الرئيسة. يا هايدي يا حبيبتي، ما تضيعيش نفسك في لحظة خنقة. أنتِ بجد قدرتي تكوني قوية، عارفة يعني إيه؟ إنك تعرفي تستحملي وتعيشي في المكان اللي أنتِ روحتيه ده، وتعرفي تقفي على رجليكي من تاني الحمد لله، وفي ظل كل الظروف دي فتحتي مشروع طول عمرك بتحلمي بيه أو شبهه كمان. ليه دلوقتي عايزة تخسري كل حاجة؟ هخسره عشان ده مش بتاعي. ده بتاع جمالات اللي انا مش طايقاها ولا قادره استحملها. انا خلاص عايزه ارجع هايدي بقى. غلط يا حبيبتي، غلط يا هايدي. انت لو رحت السجن مش هتستحمليه. لا هستحمل، ده عندي اهون مليون مره من ان انا اتخمن ناس بحبها ووثقت فيها. كمان حكايه نادر دي انا مش قادر اصدقها. نادر ده ضحيه زي هايدي بالظبط، بس كل واحد بيتحمل حسب طاقته. أنا فكرت زي ما بتفكر بالظبط يا أبو طالب بيه في الموضوع ده. أنا مش عارف هتفضل تدافع عنه لحد إمتى؟ ما هي كل حاجة واضحة زي الشمس، ده كل حاجة واضحة أكتر من الشمس. أكيد في حاجة إحنا مش فاهمينها، بس أنا هفضل وراها لحد ما أفهمها. يلا حبيبتي، يلا قومي كده وروحي مع شكري بطن البقرة وخليكي جدعة، خليكي قوية. حتى لو قعدتي سنتين جمالات، أحسن ما تترمي في السجن وناس تانية تتمتع بفلوسك. تقدر. انت مستني حد؟ انا لا مش اطلع اطلع يا حبيبتي، اطلع اوضتك، اطلع اوضتك. انا مش مستني حد. السلام عليكم، ابو طالب بيه موجود؟ كنت عارفه انك هتيجي تاني، بس بصراحه ما تخيلتش انك هترجع بالسرعه دي، فاجئتني. انا بقى مش متفاجئ، لاني رجعت بس مش زي الاول يا ساره. دلوقتي انا عارف انا عايز ايه اكتر من الاول بكتير قوي. ساره انا محتاج بنت زيك في حياتي. زي
سارة، أنا مش عايز أبقى لوحدي، وفي نفس الوقت مش عايز أبقى مع حد. نفسي جدا أخش في علاقة بس من غير ما أكون مرتبط. تقدري تقولي كده عايز أخرج من الحالة اللي أنا فيها دي بس من غير ما أخش في حالة جديدة. وأنت شايف بقى إن أنا أحقق لك ده؟ جدا. سارة، تعرفي إن إحنا شبه بعض جدا في المرحلة دي؟ أنتي بنت مش زي أي بنت أنا قابلتها في حياتي قبل كده. مش بتفكري بطريقة تقليدية، بيت، جواز، مسؤوليات. ما أعتقدش إنك هتأذي اللي معاكي بشرط إنه ما يأذيكيش. أنا شايف إن دي ممكن تكون علاقة فير جدا، واضحة وما فيهاش أي غموض. أوكي، أنا موافقة، بس بشرط. شرط إيه؟ ما تديش لنفسك حقوق أنا ما اديتها لكش، وما تطلبش مني حاجة أنا ما طلبتهاش منك. أوكي؟ قصدك أصحابك الولاد؟ خالص، أنا ما بحبش التعدد، ما بعرفش أكون مع رجلين في نفس الوقت. بس أنا بتاعتي أنا، مش بتاعتك ولا بتاعت أي حد تاني. وقت ما بحب أمشي بمشي. مش قلتلك إن أنا عمر في حياتي ما شفت حد زيك؟ بقولك إيه؟ أنا كنت مسافرة الغردقة بكرة مع أصحابي، بس بما إنك ظهرت أنا ممكن أكنسلهم وأطلع أنا وإنت شرم الشيخ. بصراحة محتاجة أغير جو قوي، إيه رأيك؟ إكسلنت أيديا. يلا بقى روح حضر شنطتك وتعالى أركن عربيتك برا، نطلع بعربيتي. يلا قوم يا ولا. وادي يا سوكا، اصحى يا واد، قوم اصحى على رزقك يا ولا. يا ولا قوم يا ولا، يا ولا كلاب السيكك ماشيه ساعي على رزقها من الفجريه يا واد، وانت نايمني مفشخ زي النسوان والولايه. قوم قوم لحسن وكتاب الله والنبي والنبى النبي، ان ما قمت يا سوكا لكون ترشاك بره بيتي. يما في ايه يما؟ بس هو انا عشان بحبك يما بتزليني كده ليه يما؟ ارمي نفسي في الشباك يما واموت نفسي؟ في ايه يما؟ وانا مش ابنك يما ولا ايه؟ مالك يا امه في يما؟ انت ما بتحبنيش ليه يا امه؟ ومصعب انا بحبك. ومن الاخر بقى يا امه، انا معايا فلوس الفرح وفلوس افتتاح المحل. فرح وافتتاح المحل؟ ما طبعا لازم يبقى معاك فلوس الفرح وافتتاح المحل في جيبك ومخزنهم، علشان خاطر قاعد على قفايا واكل شارب نايم ما بتدفعليش ميلم واحد. اه يا اخوي بقول لك ايه يا ولا، وكتاب الله وكتاب الله، ان ما قمت دلوقتي وفزيت ولبست وسعيت على رزقك لكون مقطعك حتت. تقوم يا ولا، شوف لك شغلانه عدله يا ولا. يا امه عدلتي يا امه؟ انت بتكلمي نجار مسلح يا امه؟ في ايه يا امه؟ ده بس انا بحبك وعاوزه مصلحتك. اسمع بقول لك، الواد ابراهيم كبداكي بقاله كام يوم كده اهوت بيخرج في نصاص الليالي ويرجع وش الفجريه ولابس حاجات كده غريبه. اه، وقفل عربيه الكبده. انا مش فاهمه ايه الحكايه بالظبط. انا عايزاك بقى تخش تحت باطه كده اهوت وتقصقص ايه الحكايه وتعرف وتاخد منه العربيه تشتغل عليها بدل ما هي مقفوله. بس ياما لو انا خدت منه العربيه ابراهيم هيشتغل ايه؟ بقول لك ياما، انا لا في الكبده ولا في السجق ولا في الفلفل، ابنك بعون الله فنان. يا اخي فن عليك ساعه وانفضوا يا اخي. فنان ده ايه؟ بقول لك ايه، من الاخر كده انا مش هرجع واسكت الا لما تتقصقص من الواد ابراهيم على موضوع الكبده ده. ايه؟ اه، وترجع لي وانت شغال على العربيه. مالك؟ طب خدني انت له، انا ما اعرفش سكته. خدني له وانا اعرف. والله العظيم والله خيبين عليا ما كنت ابوس على جزمته واقول له يجوزها لك، بس ما تعملش في روحك كده يا حبيب قلب امك. يا ولد يا ولا، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده، حرام عليك. يا اخويا انت سايب لي نمرتك مع المحل كله. ايه قلت يمكن تليني وتتصلي. بص يا شيخ عمران، اللي عاوز البيت يدخله من بابه، مش يبعت يجيب مع سمسار. والله انا خفت ما يصير بينا لغه حوار وانا ابغى نتحدد. انا هقول لك بقى كلمتين ابرك من الفيديو كليب. زين، خير الكلام ما جل ودل. انت عاوز تتجوزني صح؟ ايه صح. وانا موافقه بس ليا شرطين. اشرطي كيف ما بدك. الشرط الاول انك ما تخرجنيش بره مصر خالص. يا ستي يا ستي، السمكه حين ما بتخرج من المي بتموت وانا ما ابغى اموتك. يا اخي ان شاء الله تسلم لي. الشرط التاني بقى انك تشتري لي الكباري بتاعنا كله وتكتبه لي باسمي. لا كتير كتير يا ستي ناني. اخصى عليك، كتير عليا انا.
لا ما 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 في شيء كتير عليكي، بس اخشى ان عزوز ما يبغى يبيع. عزوز ده كلب فلوس، اسالني انا. يعني لو رميت له عظمه زياده ينزل على جزمتك يلحسها. زين الجول، بس بقى انا عندي شرط واحد عشان اقبل شروطك. وكمان هتشرط؟ لا تاخذيني يا ست. قول لما نشوف. انا هشتري المحل. زين زين، وهكتبه باسمك. زين زين قوي. بس والله ما ترقص المخلوق غيري. وارقص ليه؟ هو انا هشتري كباريه عشان ارقص؟ لا رقصه ولا منيله. انا هشتري كباريه عشان اديره كله زي عزوز كده. نعم. مساء الخير. مساء النور. خير؟ في شيء؟ انا ساكن في السويت اللي جنبك، وبعدين في الحقيقة يعني أنا لما عرفت إن أنتي ساكنة هنا في نفس الأوتيل يعني قلت أجي أونسك وأسلم عليكي. وأنتوا عندكم بمصر لما تحبوا تسلموا على واحدة بتدقوا عليها باب بيتها أو أوضة نومها؟ عندكم بمصر ما في شيء اسمه ذوق ولا احترام؟ لا 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 طبعا، احنا عندنا في مصر كل الذوق والاحترام طبعا. لا 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 خالص، لا لا لا. وبعدين انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي حاجه. وبعدين انا فاكر ان انت عشان خاطر عايشه في اوروبا الحاجات دي ما تفرقش معاكي، لكن انا اسف جدا، انا ما اقصدش اي حاجه. شفتي بقى، شفتي انا 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 انا, أنا كنت جاي مخصوص عشان خاطر كان في معلومات مهمه جدا عن الشغل كان لازم اكلمك فيها، وهو ده السبب اللي خلاني ادور عليك. يعني حصل خير؟ تقدر تنزل تنتظرني تحت وانا بحكي مع مستر عماد، لانه هو المسؤول عن شغلي هون، وبلحقك. تمام خلاص، انا هنزل استناكي تحت، بس يا ريت بلاش مستر عماد عشان خاطر المعلومات اللي عندي حابب اقولها لك لوحدك يعني. ها بفكر، بنشوف شو هي المعلومات الخطيره تبعك. تمام، انا استناكي تحت، وخدي راحتك خالص. وبكرر اسف، يا انا اسف. هاتلي قناة الست يا ولا، عايزة اتعلم الرقص عشان اغلب البت نوالي. خرابي يا حوتي، ابني يا خرابي، حبيبتي في حق كده ليا ولا، حبيبتي في حق كده ليا ولا، يا ليه كده يا ولا، انا ما عليك تحرق البومك عليك، ليه كده يا ولا، يا خرابي يا خرابي يا ابني 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 يا حبيبي يا سوكا، رد عليا يا ولا، يا ولا ده نمك يا ولا، رد عليا، ما تسيبنيش قلبي عليك كده يا ولا، ارحمني يا رب يا ولا، ده ماليش غير ده، انا عايشه عشانك يا ولا، انا عايشه والله عشانك، انا ماليش حد عشان انا يا اخويا يا اخويا حبيبي حبيبي يا سوكا. عاجبك اللي بيجرى فينا ده يا شكري؟ الواد هيروح في شربه ميه يا اخويا. اهدي يا ام سوكا، ان شاء الله هينقلوا له شويه دم ويعملوا له العمليه وهيبقى زين بحق الجاه المصطفى ان شاء الله. يا رب يا اخويا يا رب. طول عمره ابوه وهو صغير يقول لي الواد الواد سيد ابنك ده بنموت، اقول له حرام عليك يا راجل، ما تفوتش على الولا، قلبي بيوجعني. كنت اتخانق معاه وهو اللي مات اهو، راح وساب لي الواد، ما عادش ليا حد في الدنيا غيره، هو عكازي وانا عكازي. يا عكازي اهدي يا مصطفى يا عكازي. بقول لك ايه، اديني تليفون. ما فيهوش رصيد يا اخويا. الو، السلام عليكم يا هاجر يا بنتي، عمك شكري معاك. تاخذنيش يا بنتي، بتصل بيك في وقت متاخر، بس معلش الظروف بقى. عاوز اقول لك ان سوكا حالته حرجه خالص في المستشفى، واحنا موجودين معاه. بطلب منك طلب يا بنتي، سايق عليك النبي لا تيجي تجري. ايوه تعالي، انت لو جيتي هتفرق معاها كتير قوي قوي. انت عايزني اقعد معاه لوحدي؟ انت فاهم يعني ايه؟ هعك الدنيا، ده انا مش متلميه على جدتي من دقيقتين العمي اللي جالي فيهم هنا. اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه يا كوريا، ما تنزليش قبل تلت ساعه، لحد ما اكون بعت لك حد تبع عماد يقعد جنبك. وخلي
ايديكي تقيله كده وراسيه. وما ترديش عليه بسرعه، مهما قال لك حاجه لا تقولي اه ولا لا، قولي له هفكر. نعم يا اخويا. انت مالك؟ بقولك انت مش عاجبني، انت مال حالك مال كده؟ اقولك جالي السويت تقولي وماله، ودلوقتي تقولي وطلب منك حاجه وقولي له هفكر؟ ليه ان شاء الله فاكرني ايه؟ وانت على طول حاطه دماغك شمال كده؟ بقولك لو طلب منك حاجه يعني في البيزنس في الشغل. مش حاجه شمال غلط. وبعدين خلي بالك هو بيسيستم دماغك دلوقتي وهيكلمك في مشروعات عشان يسرقك وياخد فلوسك. لا تردي عليه باه ولا لا، قولي له انا هفكر وهرد عليك. فهمتي؟ ماشي. والنبي انا حاسه ان انت اللي هتوديني في داهيه، انت وسمروان الزفت بتاعك ده. اله ربنا ياخده وينتقم منه ويحرقه بجزوزي قادر يا كريم. طب اتاخري شويه، هو هيستناكي. وانا هكلمك اول ما الراجل بتاعنا يكون تحت، وعلشان خاطري ما تلبخيش الدنيا يا كوريا. ماشي. باي اخوي. يا رب استرها معايا قادر يا كريم، انا ماليش غيرك انت عارف. انا ما عرفتي تسكي له عليه يا موسوخ. حصل له ايه يا موسوخ؟ انت اللي جابك هنا يا دي البنت، انت اللي جابك هنا هو ده. انت من يوم ما عرفك ما شافش انا ولا راح. يا شيخه حرام عليك، عايزه ايه منه؟ الواد هيموت نفسه وكان هيموت فيها. عايزه ايه؟ ده انت ايه يا شيخه؟ روحي كده اشوفه. طيب ابص عليه بس احلى. الحمد لله بقى كويس يا هاجر يا بنتي. عملوا له العمليه ان شاء الله شويه كده ويفوق من البنت. استر يا رب. لو سمحتي لو سمحتي، هو انا ممكن اخش ابص عليه؟ لا والله مش هينفع. عشان خاطري انا ممرضه زميلتك في مستشفى المبارك. لو سمحت اتفضلي. شكرا قوي. طبعا انا بعتذر لك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده، صدقيني ما كانش مقصود، بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك وما قدرتش امسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت ساكنه معايا في نفس الاوتيل. حصل خير؟ اهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايده عندكم بمصر، وانا متربيه هيك ما بيجوز اغيره. انعم واكرم، بس غريبة قوي ان اخواتنا في الشام يبقوا متشددين قوي كده. بس عموما انا غلطان، عشان كده ارجوكي ارجوكي اقبلي اسفي. حصل خير. عظيم. يلا اتفضلي اشربي. شكرا ما بدي. لا ما تقوليش ان انت ما بتشربيش. ما فيش بيزنس وومن في الدنيا ما بتشربش. يلا ما بشرب كتير. يلا عشان خاطري المره دي بس. يلا اتفضلي. شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، أنا في البيزنس ما بعرفش أزوق الحقائق، لأني عارف إن البيزنس ده عامل زي الرصاصة، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده فينا صبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزة تفتحي في الساحل الشمالي في مصر. في نصبايا كبيرة، ومش أي نصبايا، دي نصبايا كبيرة قوي. شو؟ أنا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم أنبهك، مش عشان خاطر بس أنا خايف عليكي، لا، عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش انت تاخدي صوره ان المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، واي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعده. مصر ام الدنيا يا زلمه. عماد ناصف دوت ما زارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجه عن مصر. والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانيه دي مبالغ كبيره جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبه 500%. يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10 15 سنه قبل ما تعرفي تكسبي، بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودوره راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما؟ في ايه؟ انت عينيكي وجعاكي؟ مالك عامله حاجه ايه؟ لا مو معقول. أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إنه المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ ها الأفلام الأفلام فظيعة. لا فعلاً إحنا بنحكي في المصري كده. بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عايزة تستثمري فعلاً ما ينفعش تستثمري في مصر. هما 3 دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك
واليونان، هم الثلاث دول دول. وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا. لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك، بس المشكلة إني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر. يا رب يا هاجر، هاجر حبيبة قلبي، ياما الله كداك فين يا هاجر؟ طار أنا مش غني تاني يوم خلاص، ادعيلي ياما النبي عزوز، ادعي يا عزوز. بص يا اخوي، انت عريس ما تتعيبش، ومليون واحدة تتمناك، بس انا بقى قلبي مع غيرك. انت ترضى على كرامتك تتجوز واحدة قلبها مع غيرك؟ أنا قلعت الدبلة خلاص، هبعتها لك هي وحاجتك كلها مع واحد قريبنا اسمه لوستا شكري. أيوة ده آخر كلام، ربنا يرزقك ويكرمك مع واحدة تانية غيري. مع السلامة سوكا. أنا بحبك أوي يا سوكا، وما أقدرش أستغنى عنك أبدا، وما ينفعش كل حد غير. حبيب امك، حمد لله على سلامتك يا قلب امك. شوف اديني جبت لك حبيبتك اهي اللي انت بتحبها وبتموت فيها. ايه رايك في امك بقى؟ ربنا يخليك ليا يا محمد. ويخليك ليا يا حبيبي. ضحك في الاخر يا شيخ جاسم، والضربه اللي ما تقتلش كبداكي بتقويه. يا حلوكم يا مصريين، عندكم امثال حق كل شيء. عارف يا شيخ جاسم؟ خير يا كبداكي. الواد مروان ده برنس، دماغ ابن الكلب. صحيح مصر ولادة. كبداكي الحين انت بتقنعني انك معجب في مروان؟ طبعا ده انا معجب بيه جدا كمان، اصل انا شيخ جاسم بشجع اللعبة الحلوة. هو صحيح جاب فيها جون وفي المقص كمان، بس الماتش لسه ما خلصش. كبداكي مروان هذا خطر، فاهم؟ لازم يموت، انا تصير حياتي في خطر اذا عاش مروان. انا لازم اقتل مروان علشان انا اعرف انام وارتاح في حياتي. ماشي، بس اتقل سيكا على الموضوع ده عشان في مصلحه عايز اطلعها منه الاول، وبعد كده هسلمه لك تشطفه كيف ما بدك. بس انا ليه عندك طلب يا شيخ جاسم. خير امر. السكه هنا ما بقتش امان، انا عاوز لما نرجع مصر تاخدني تحت دراعك. كبداكي، وهذه اللي خليتنا نوقف يمها ونقطع لها تذكرة، ها؟ هذه عقرب، عقرب ما تتأمن. مش عشانها، عشان أمها، ست غلبانة وعيانة، خليها ترجع لها. وكبدك راجل يا شيخ جاسم، ما يبيعش حرمة من بلده في الغربة أبدا، حتى لو كانت واطية زيها. والنعم فيك. متشكرة يا إبراهيم، كتر خيرك. والله والله لو ما علشان كبداكي كان دفنتك انت ومروان في تابوت واحد ودزيتكم حق رب العالمين علشان يحاسبكم على اعمالكم القذره. اتكلي على الله يا نجوان، شوفي طيارتك ورجعي لامك وما توسخيش تاني، مع اني عارف ان ده دق فيكي. صحيح اللي ما يلاقيش قله الاصل برشام يضربه حقن. قررت المحكمه اخلاء سبيل المتهمه هايدي ابو طالب سيد السنهوري بضمان مالي وقدره 100,000 جنيه مصري، وإلا يستمر حبسها لمدة 45 يوماً تبدأ من نهاية الحبس السابق. الله يخرب بيوتكم، ده شربني منكر. إلهي تولعوا في نار جهنم قادر يا كريم. منكر؟ معلش مفيش مشاكل. مش مشكلة ايه بس؟ ده بينجس البق 40 يوم. يا ستي اغسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا. اغسل سناني؟ ليه ان شاء الله؟ ناقص تقولي اغسلي رجلك قبل ما تنام، وانت بتكلم من اختك يا اخويا. اسمعي يا كوريا، احنا خلاص قربنا نوصل اللي احنا عايزينه. المرة دي قال لك اشاركك في اليونان او في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المرة الجاية هتقفلي معاه على اساس انك رايحة مصر.
وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتمية بيه تماما. والنبي اعمل ايه دلوقتي في بقي؟ الله يسامحه، انا حاسه ولا اللي بسها كلب اسود واجرب. طب اقول لك على خبر يفرحك؟ قول اخويا بدل ما انا متنكده كده ليل نهار. هايدي جولي مالها؟ صدر لها قرار افراج. والنبي جد؟ يا الف نهار ابيض، يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. طب بقول لك ايه، احنا بقى ننزل على مصر، هنفضل مرزين هنا نعمل ايه؟ نرجع مصر نعمل ايه؟ ده قرار افراج بكفاله. يعني هايدي لسه في خطر ولازم نرجع مصر بسرعه بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءه الكبيره يا رب. ماشي يا اخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 اخو. اوه مفيش فايده، ما احنا في بلد اجنبي بقى، ما هي سلطه، هنفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لا اديك وش المره دي. انت ما بتفهم يا نصيبتي؟ كبداكي اللي جراها لك اللي دهولك كده. تعالى يا كوريا، تعالى يا اخوي، تعالى. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخوي. والله طبعا نورتي بيتك ومطرحك يا روح بابي. يا بابي ده البيت وحشني قوي. تعالى تعالى يا علاء ادخل. شايف البيت ده؟ كل حته في البيت ده ليا فيها ذكرى. انا حاسه ان انا بقالي سنين طويله سايبه البيت، كاني سايباه من لما كنت صغيره. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. تعالى تعالى هنا بقى. كنت اقعد اذاكر وانا صغيره، وكان بابي ما يشغلش التلفزيون عشان ما يضايقنيش، يقعد بس كده يتفرج عليا ويذاكر لي. العمود ده ياما رسمت عليه ولونت وشخبطت. هنا بقى في الكورنر كان في بيانو صغير، كنت اقعد اعزف عليه، بس ما اقولكش عمري ما عزفت مقطوعه واحده صح. انا مبسوطه قوي يا بابي، ونفسي اعمل حاجات كتيره قوي. يا حبيبتي انت دلوقتي تقدري تعملي كل اللي انت عايزه تعمليه. عايزه اكلم كوريا وسندس ونادر، وعايزه اروح البيوتي سنتر عند دينا، عايزه اعمل شعري واعمل مانيكير وبيديكير، وعايزه اعمل مساج. بابي نعم. نفسي اكل سوشي واسافر واروح البحر وانزل البول. بابي نفسي اعمل حاجات كتيره قوي، وعايزه على الاقل اعدي من تحت الفيلا والشركه. شوفي بقى انا هعمل كل ده وانا قاعد هنا، اما اللف ودوران والفسح انت ومعاكي حضره الضابط. طب يلا يا علاء ننزل. هنروح فين بس؟ ماليش دعوه، انا ما خرجتش عشان اقعد هنا في البيت، عايز اروح اي حته. نفذ الاوامر يا سياده الرائد. تمام يا فندم. وكشفنا انا ونجوان وطلق علينا كلاب. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. تري الدنيا دي بحر يا كوريا، قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير، اترينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه، مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يا امه، يا لهوي، استرها علينا يا رب. طب اقول لك ايه يا اخويا، ما تقصر الشر وترجع على مصر، مش وقت طار دلوقتي، انت حياتك برضو مهمه مهمه يعني. طب وانت يا كوريا، هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله المبادل دي؟ هو انت بتغير عليا كبدكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبدكي ده ارجل من اي راجل. هلا غير ايه؟ بغير، ايه المشكله؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مزه كبدكي؟ عرفت ان هدمتين الرجال اللي الواحده بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تتدرى من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حمايه ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوا اتنين. ها قول كده بقى. اتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكه، اتاريك عشان تنصص. ايه المشكله؟ وايه المشكله لما نصص؟ لو ما نصصتيش مع كبدك هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. راجل انت الحرام في دمك، انت ما بتزهقش منه ليه كبدك؟ لا عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب، دي ناس نظيفه. اقول لك على حاجه، ارجع على مصر، ارجع على بطن البقره يا كبدك، وانا اول ما اجي ننصص ونعمل اللي انت عايزه. قول لي ليه عند التاني حاجه ياخدها؟ بطن البقره ايه يا كوريا؟ البقره ماتت خلاص، انا فيها لا اخفيها. انا ياكل نص الفرخه دي يا الا ما حدش هيدوق ريشه. انا تليفون صغير لمروان يبوظ ام الليله دي على نفوخك. طب وانا بقى مقطعه البطاقه كده ومش لازمان، واقول لك على حاجه، من غير تليفونات، سي مروان بتاعك ده في السويت اللي جنبين، روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني، خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك برضك تعالى انت قتلني بداله عشان هو يفضل بيه ما يوسخش هدومه. تمام كده اهو. يعني ده اخر خط الكلام معاك يا كوريا؟ يا كبداكي
مات الكلام ده، مات واتدفن وخدنا في العزة كمان الفاتحة على روحه بقى. طب تعيشي وتفتكري يا كوريا. تعيشي وتفتكري يا اختي. مظبوط يا اخ عزوز. امال مظبوط المظبوط يا شيخ علوان. وعلى فكرة بقى انا ما بعدش اخوانا، لا انا بس بمل عيني وايديا من الفلوس. الكبري ده غالي عليا قوي يا شيخ علوان، الكبري ده في شقه عمري. دولك انت ونجمه مصر انا كان لا يمكن افرط فيها ابدا. انت هتمثل يا عزوز؟ ده انت لاهف مليون مقفول فوق تمنه اللي يستاهل. بنتعلم منك يا نجمه مصر، والمليون الزياده ده بقى عشان فيه من ريحتي، ولا انا ريحتي ما تسواش مليون جنيه؟ طب امضي يا زيزو على العقد، ومن بكرة النجمة تقابلني انت والاستاذ في الشهر العقاري، مفهوم؟ وماله يا نجمة مصر؟ الف مبروك يا شيخ علوان. الله يبارك فيك. على المحل وعلى العروسة. طب يلا وجع على العقد عشان نوجع عقد الجواز راخ. ربنا يخليك ليا يا لولي. لولي؟ ايه العبد؟ لولي يا استاذ العقد بسرعة هات، ده احسن الشيخ علوان مستعجل على الاخر. بص بقى طال عمرك، أنا عايزة يافطة كبيرة قد كده يبقى مكتوب عليها كازينو ناني. أكبر يافطة فيك يا شارع الهرم. بص يا نادر، الواد إبراهيم ده بعد ما راح لكوريا وقعد يعمل الهيصة اللي عملها دي ويهددها في الأوضة، وجوده هنا في اليونان بقى خطر. يعني هنعمل إيه يا عماد يعني؟ بص أنا شايف إن إحنا نقول له ماشي، خد نص الفلوس لحد ما الفلوس ترجع وهايدي تخرج من السجن، بعد كده يبقى يخبط دماغه في الحيط بقى. الواد ده لبط ومن بيئة واطية ومش هيفوت الموضوع كده، وهيعمل مشاكل. الواد ده لازم يطير. هيطير ازاي يا عماد؟ يعني ايه ازاي؟ ما نعمل له اي مصيبه ويرحلوه على مصر. طب ما هو ممكن يكلم مروان من مصر، هنبقى عملنا ايه؟ بس الواد ده وجوده في اليونان خطر. اسمع، فاكر لما كوريا قعدت معاه وزنقته في الكلام وقالت له روح قول لمروان؟ ما راحش وما اتكلمش. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا لازم نقعده قعده ثانيه مع كوريا، نخليها تضمن لنا ان هو ما يفتحش بقه، وبعد كده بقى برحله بقى لو عايز. مش مضمونه دي كمان، كوريا ذات نفسها ما ينفعش تقعد مع مروان ثاني. انت نسيت يا نادر لوز اللوز؟ شوف يا عماد، مربط الفرس ان احنا نشوف طريقه تضمن ان ابراهيم ما يفتحش بقه. ثانيا بقى نحاول نقلل عادات مروان مع كوريا على قد ما نقدر. يا دكتور لو سمحت، هي ماما عامله ايه دلوقتي؟ نجوان؟ ايوه، ممكن تطمنيني؟ دي نجوان يا دكتور بنت حاجه انتصار اللي جوه. انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا بندور على اي حد من اهلها من بدري. معلش يا دكتور، اصل انا كنت مسافره بره مصر ولسه راجعه دلوقتي، وبعدين انا عامله حادثه زي ما حضرتك شايف اهو. طب انا عايزك تدعي لها لان حالتها بقت حرجه جدا. ايه؟ هي حالتها بقت حرجه جدا؟ طب انا ممكن اخش اشوفها؟ مش هينفع تشوفيها دلوقتي، هتتابع الممرضه وانا هقول لها امتى بالظبط مواعيد الزياره بعد اذنك. الاكل هنا في منتهى الجمال، بس مفيش اطعم ولا الذ ولا اجمل من البنات السوريه، قصدي من الاكلات السوريه. بصراحه اكلهم لا يعلى عليه. انت بقى بتحبي ايه؟ بتحبي الفتوش ولا المكدوس ولا خبز الصاج؟ بحب اطبخهم كلهم، وخصوصا خبز الصاج، انا شاطره فيه كتير، بعمله منيح. ياه، بقى معقوله واحده زي القمر زي كده بتخبز بايديها؟ طبعا. قلتي ايه بقى في اللي انا قلته لك؟ مالك في ايه؟ فكرتي في اللي انا قلته لك؟ ايه فكرت. ها ايه بقى؟ لسه ما اخدت قرار. ليه بس؟ انت عارفه انا جات لي فكره بمليون جنيه. ايه رايك نفتح سلسله مطاعم للاكل السوري في اليونان، ونبدا من 50 ل 100 فرع مره واحده؟ صدقيني هنكسر الدنيا. لا ماني متحمسه. ليه بس مش متحمسه ليه؟ الله، وبعدين ده دي فكره حلوه جدا، وبعدين الحاجات الفلكلوريه دي بتشد الناس هنا قوي. شوف انا عندي خبراء وشركاء ممكن استفيد منهم بكل انحاء العالم. لكن هلا بدي اشتغل بمصر، المكتب تبعي بالبرازيل بيشوف انه هاي افضل فرصه حاليا. طب انا مش فاهم مصر ليه يعني؟ طب ما انا وانتي هنا اهوت مع بعض، وممكن يعني نكسب هنا برضه. لانه هي بلدي الثانيه، وهي كانت أمنية والدي. وبعدين أنا ما بحب الشراكة، السبب الوحيد اللي ممكن يخليني أشارك واحد مصري لو راح يساعدني بمصر. وبكل الأحوال أنا خلص جهزت كل شيء لحتى أروح على مصر، وكتير مشتهي أشوف إذا كانت مثل ما بتطلع بالأفلام.
يا ديما انا بصراحه مش موافق. الافلام حاجه والواقع حاجه تانية. اسمحي لي يعني ان انا اقول لك ان انا مش موافق، لان انا مستحرم ان انت ترمي فلوسك كده، مش معقوله. انا من رايي ان انت تاجلي خطوه مصر دي لغايه ما انا افكر كده واجيب لي خمس ست افكار وهكلمك في التليفون ونحدد قعده تانية، وانا متاكد جدا ان انا هقنعك في القعده دي ان شاء الله. بفكر. عايز تسيب الهلومه دي كلها وتموت روحك وتضيع نفسك يا ولا؟ اسيمين بس ياما، وفي كم هاجر ياما في الدنيا؟ هاجر دي روحي ياما وعقلي وعناية اللي بشوف بيها. وامك يا ولا، امك حبيبتك يا ولا، امك اللي شالتك في بطنها تسعة اشهر واحنا على وقتي يا ولا. ها اخص عليك اخص عليك ياما. الواحد من غير الام حالته تغم ياما. ربنا يخليك ليا يا حبيب امك. انت مين يا جدع انت ومين اللي بعتك؟ قال لا هو كل ورد ورد يا خسرت الفلوس، احنا عايزين شويه برتقال شويه موز حاجه كده ترمي الجته وترمي العضم. هو انت هتفضلي طول عمرك كده يا وليه؟ عمرك ما هتتغيري. يلا يا استا بكري استناني يا اخويا في عربيتي المرشيدس. مرشيدس يا اختي. اسم الله اسم الله اسم الله. الله يرحم التوك توك اللي كنت بتركبيه وتلفي به الحته وتخلي العيال الصغيره بتوع الحاره يصوروكي بالمحمول عشان ايه؟ قالت تتمنظري على مخاليق ربنا. بقى كده برضك يا سوكا؟ بقى كده يا اخويا ده كلام؟ عايز تموت يا اخويا كافر وعشان خاطر ايه؟ يلا معلش انا لقيتك بقى غايب عن نمرتك فمرضتش اعمل لك خصم. خصم وسطك من جتتك يا ولية انت، ويقعدوا يدوروا على بعض كده اهوت. مالك انت ومال فلوس ابني حبيبي؟ مالك انت؟ الله، اشتريته باع وشرى بكل اللي شغالين فيه. اشتريتيه بقى ازاي يا نوال؟ وجبت الفلوس دي كلها منين؟ ده بملايين. مهري يا اخويا جوزي الشيخ علوان كتبهولي مهري. ده غير العربية المرشيدس والشقة السبع مطارح اللي بتطل عني. ربنا يزيدك يا نوال. اي والله تستاهلي كل خير، ده انت بنت القمرة. حبيبتي حبيبتي والله يا ام سوكا. وانت بقى يا سوكا عايزاك يا حبيبي تقوم كده بالسلامة. الكباري من غيرك ملوش لزوم، وممكن تبقى تجيب البت الحلوة معاك دي ترقص. عشان انا خلاص يا اخويا مسكت دلوقتي الادارة وبطلت رأس عشان جوزي الشيخ علوان بيغير عليا يا مو. تشتغل ايه؟ اطلع بره اطلع بره بدل ما حجز لك سرير هنا جنبي. يلا اطلع بره اطلع بره. يا بت يا حلوة انت تعني كلنا ايه بت؟ عسل يا حبيبتي عسل. انت لبستينا ابيض كده ليه يا اختي؟ عشان زي ما قلت لك بابي هيطلعك تعملي عمره انت ومرات عم شكري. عمره انا مش وقتك تعملي عمره، اول ما نطمن على هيجي. وانا ان شاء الله لما اخلص هاخدك ونطلع نروح نحج. يلا يا حاجه بقى يلا، لحسن كده الطياره هتفوتك. ايه ده بيقول لي يا حاجه؟ ايوه يا حاجه سندس. انا هحج يعني، انا هروح هناك املس على شباك النبي والف كده مع الناس اللي بيلفوا حوالين الكعبة. يا حبيبتي يا رب يا رب ان شاء الله. يا حبيبتي انا بقى هناك هجيب لك مية زمزم انتي وسعد. سعد بيحب البيت. قولي لي هو الدكتور قالك ايه؟ انا ممكن اخش اشوفها؟ عايزة تدخلي لها تعملي لها ايه؟ مش كفاية اللي هي فيه؟ انتي مالك انتي؟ انتي بتكلميني كده ليه اصلا؟ انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ انتي حتة ممرضة على فكرة، وانا مش بستأذنك، انا بقولك الدكتور قالك ايه؟ انتي تجاوبيني على قد السؤال. الدكتور قال الزيارة مسموح بيها بس في حدود، وقال انها ما تتكلمش، وعلى فكرة انا قلت لها ان انتي بره وهي مش عايزة تشوفك. ياه طب ايه كده؟ انتي رايحة فين؟ انا رايحة اخش اشوف ماما. مش هينفع. بعد اذنك اتلمي بقى بدل ما ندهلك الامن. يا سلام، هي حصلت تجيبيلي الامن؟ انا رايحة اشوف ماما. بعدين تبقي تشوفيها. ماما الف سلام عليك يا حبيبتي. يا ماما انا رجعت لك يا ماما، مش هسيبك تاني والله. أنا خسرت كل حاجة، أنتي بس اللي بقيالي. عشان خاطري يا ماما قومي، عشان خاطري. أيوة ليه يا بنتي؟ عملت فيكي إيه عشان تعملي فيا كده؟ أنتي يا بنتي أنتي خدتي إيه من ورا كل اللي عملتيه ده؟ خدتي إيه؟ سبحانك
الله يسامحك يا بنتي. انا عاوزاك انت تسامحيني يا ماما، والنبي عشان خاطري سامحيني. انا والله سبتك غصب عني، انا سافرت عشان اجيب لك الفلوس وتعملي العمليه وتبقي كويس. كنت عاوزه اشوفك مستريحه واشيل عنك التعب. كنت عاوزه افرحك، كنت عاوزه اعمل لك حاجات كتير قوي عشان خاطر تسامحيني. ماما ماما يا ماما ماما، عشان خاطري يا ماما ما تسيبينيش لوحدي، عشان خاطري انا ماليش حد غيرك يا ماما، عشان خاطري يا ماما ابوي يا ماما. اشهد ان لا اله الا الله. ايه اللي انت عاملاه بنفسك ده يا كوريا؟ طالعه من الحمام على هنيه على طريق ده يو، وانا مالي خال؟ ماما اللي بيلبسوني كده، وانا عامل خاوي يا مالت. ماشي ماشي. استنى استنى خال. الو ايوه يا ديما، ازيك عامله ايه؟ وحشتيني كتير. الو ايه الدوشه اللي عندك دي؟ انا هون بمصر، هاي دوشه مصر. الله عليها، الله يحميها، بتاخد العقل. عقلي ايه؟ ايه المسلسل السوري اللي انا بسمعه ده؟ يلا خال يلا. غطي نفسك غطي نفسك قبل ما تمشي شبحانه، بطلي فضايح، تعالي. انتهى بلياض يا كبتاكي ولا عبيط؟ عامل ناصح ومفتح وفرق علوز، بتتنطط يمين وشمال، وانت في الاخر محبوس في علبه صفيح قد علبه السجاير. كل ما تنط نطه تروح مرزوعه واقع مدروخ شويه وتقول عيب انا جدع، وتقوم تنط تاني وتروح مرزوعه تاني. لما ادي منظرك في الاخر متكحول ومتكحرط ومفيش في جيبك 20 بلبل مصري ولا يوناني، وقاعد مع واحد راجل شيخ بيعطف عليك ولا كانك عويل، كان فيها ايه يعني لو فضلت قافش في ايد البت كوريا لما مديتها لك مليون مره؟ مش بدل ما انت واقف لوحدك في اخر الدنيا خسران كل حاجه، بلدك ومزتك وعيشتك اللي كنت عايشها برنس على شويه عيال شبهك؟ لا الحكايه كده مش جايبه همها، انا لازم ارجع مصر، لازم ارجع. هنسافر سوا احنا اسبوعين وننبسط، سي سكين اون فو انو غوفيان، نرجع تاني. هو ابوك ده فاكر نفسه ايه يا اختي؟ مهند. مروان تاني؟ ايوه سي زفت. انا هكلم نادر. الو. ايوه يا نادر. ازيك يا هايدي، عامله ايه؟ كوريا عامله ايه؟ كويسه؟ والله وحشتني جدا، وقتينا وحشه جدا من غيرها. اسمعني يا نادر، كوريا دلوقتي بقالها عندي اسبوعين، ومروان كل يوم عمال بيتصل وهي ما بتردش عليه، وانت كل ما بكلمك بتقول لي اطمني. انا خلاص الجلسه بتاعتي اتحددت، مش مستعده استنى لغايه ما الاقي نفسي محكوم عليا. بقول لك ايه؟ ابو طالب بيه وكوريا عندك؟ اه عندي. ليه في ايه؟ طب افتحي السبيكر يا هايدي من فضلك، وخليهم يسمعوني وانا هفهمكم على كل حاجه. طيب ماشي. وي وي بابي. ها تعالى يا بابي دقيقتين. اه حاضر. انا كان لازم استنى وقت مناسب بعد ما كوريا رجعت مصر علشان اتاكد ان مروان اقتنع انه ممكن يطلع من وراها بمصلحه كبيره. دلوقتي يا كوريا لما مروان يكلمك لازم تردي عليه، وانا هحفظك تقولي له ايه بالظبط. وكمان انا اتاخرت علشان لما اظهر لمروان ما يشكش ان في اي علاقه بيني وبين كوريا. ايه هتظهر لمروان؟ انت كده هتبوظ كل اللي احنا عملناه. ولما انت يا اخويا ينفع تظهر له؟ ما مرمطني معاك ليه من اولها؟ يا جماعه اسمعوني بس، مروان دلوقتي هيتجنن علشان يرجع مصر، نفسه مثلا ينصب على كوريا ب 100 مليون دولار، وطالما هو عايز يرجع انا بقى هرجعه. واول ما يجي مصر هيتقبض عليه وياخدوا منه الفلوس وكوريا تختفي. لا طبعا مروان مش عبيط، قبل ما يرجع هيكون محول كل فلوس البنك من هناك، وهيخلص كل الاجراءات القانونيه بتاعته علشان ما يتقبضش عليه لما يرجع مصر. ايوه يعني انا كده ابقى خلصت؟ طبعا لا، انت هتظهري له تاني بشخصيه ديما عباس، وهتدخلي معاه في مشروع احنا هنرسمه لك، وبعد ما تاخدي كل الفلوس اللي معاه هيكتشف ان كل الكلام ده كان بلح.
يعني هو كده مش هيبقى عبيط. انا هقولك على حاجة يا نادر، مروان استحالة يرجع مصر. ادينا بنحاول يا هايدي، يعني هنعمل ايه تاني؟ ولما كل المحاولات دي تبوظ انا اللي هترمي باقي عمري كله في السجن. ما تخافيش يا بنت جول، انا عمري ما هسيبك برضو تتسجني بعون الله. وبعد اذنك ابو طالب بيه، انا محتاج حضرتك تروح للاستاذ ماجد محمود المحامي بتاع مروان. ماجد ده ازبل محامي في مصر، ومع ذلك انا بحبه. عايزني اقول له ايه؟ هتقول له ان الدكتور نادر عارض عليك اجراءات مهمه جدا بالنسبه لك في القضيه، وان هو مرضيش يتصل بيك مباشره عشان ما تقلقش، وخد الطريق الرسمي عن طريقي باعتباري المحامي بتاعك، وبيقول لك خد كل ضماناتك لتامين نفسك، وهو هيسافر لك اليونان مخصوص علشان يقعد معاك مش اكتر من نص ساعه، هشرح لك فكرته عن الموضوع في المكان والزمان اللي انت تحدده. يا صباح الفل يا شيخ العرب. صباح النور. ايه الاخبار؟ كل خير ان شاء الله. المصلحة كده شكلها فرفرت، وما نبش الواحد بس غير النسوان الملونة اللي شافها والعلقة اللي كلها بألف هنا. يعني يا كبداكي، ما يكفيك انك تعرفت علي انا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا شيخ العرب؟ ده كلام؟ ده انت الحسنة الوحيدة في ام الليلة السودة اللي انا فيها دي. ده معرفة الرجال كنوز. عشان كده بقى انا عاوزك ايه، تبعتني على مصر للي ماسك الشغل عندك، وقول له يا اللي ماسك الشغل عندي عين كبداكي مدير على كل حاجة. انت تستاهل كل خير. الله يكرمك. وانا حاضر تحت امرك. ربنا يخليك. انا بنفسي نازل مصر، وانا بنفسي اللي اعينك. انت عندك حق، الكبار يتكلموا مع بعض، احنا هندخل الصغيرين ما بيننا ليه؟ صح. وبالطريقة هذه قول على مروان الله يرحمه ساعته حانت، بيموت هني ويندفن هني. بس والنبي طول له عمره شوية، لأنه يلزم ناس يخصوني أول ما يخلصوا مصلحتهم معاه. ماشي، تعمل إيه لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقة، هناك زي هنا بالظبط. وأنت فاكر إن أنت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من أي حد ومن أي حاجة، كان هيهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقولك يا سارة، ما تنامي أحسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عاملالي عقلة وفيلسوفة وكل ده عشان مش عايزة تحسي إن حياتك تافهة. بعلمك بقى حياتك تافهة وهتفضل تافهة. على فكرة أنا حياتي مش تافهة خالص، على الأقل ما بهربش من نفسي. لا ده أنا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجة أنا بعملها. يا سوكا يا ولا، قوم يا ولا. طيب عادي يا عم، حاضر. مين؟ اوعي ياما بس. مين؟ ايه يا عم؟ عاير وقت ودك ولا غفلان عملتك صح؟ يا خرابي يا ابراهيم، يا خرابي. انت اللي قلت الكوري اللي شغال في الكباريه؟ وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض؟ وانا اللي مديك عربيتي بتسترجع منها؟ طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده شطان ودخل بينكم يا كوري. والله العظيم يا كبداكي ما قلت لها حاجه، ولا اعرف لو اصلا انت شغال في كباريه. كوري اصلا حطك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوري لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله، انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب ابراهيم، ده لو سكين على رقبتي يا جدع سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعة. نادر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك. دستور. دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ستي نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ستي عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحم. يا ستي نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريد حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روحي يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي،
وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود، ربنا يحميكي من الميكانيكي. وعيون الناس بصاصه، وانا ما يردنيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي. يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء، عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول طاعون ده صايع، لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي؟ أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت الشغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شفتش منلا، ربت تغنلا. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمه على السريع كده وما رضيتش ازعجك عشان تعملي فطار. اقعدي 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 افطري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عامله زي الشحاته. بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بيقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا. اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا، انا بقى فقريه، عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي. في 10,000 دولار جوه في الدولاب، خشي خديهم. 10,000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل، عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوز اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني، لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله، اقوم الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك او تدخلني في عمليه من بتوعك وتخسرهم لي. اقوم الحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا ابو زازه. لا دي قنينه، النينه. مش ضروري يا بابي كل مره تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزباله ما بترميش غير مع الزباله اللي زيها. يا سلام، وكان حد قال لك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه. المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي، مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي. اصرف. نو واي يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون. منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50,000 100,000 اعكمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي، هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مره نادر ده انا اللي مربيه، وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا 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 اهلا. صف الله العظيم، أنا عاوز أقول حاجة. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. إيه حكاية اسم نجوان اللي منتشر على فجأة ده؟ كان في ولية غلبانة بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هيما خطيب، قصدي براهيم، كانت بتلم الزبالة وتمسح وكده، وكان برضك اسمها أم نجوان. أنت مش إمبارح طردتيني من أوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحدة اسمها أم نجوان الزفت تبقى نفسها اللي أنت تعرفيها. إيه ده، أنت عبيطة بنت ولا إيه؟ وكمان يعني حزينة ومنكسة مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا؟ غريبه ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان. مالك مستنيها تفتح؟ طب استبر، عايز اطلع الشقه اجيب كشاوه اخلص عليها.
بقى انا ابراهيم كداك اللي بيتهزله بطن البقره تمن يتعامل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصك؟ لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كبداكي، اعصرها واسنفرها واخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد ياه. لسه قافش ولا ايه؟ وربنا انا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه ووسخت معايا. كبداكي الفيلم ده مش هاكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش، في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش، انت هتعمل فيها منى الشاذلي؟ اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا منى الحسيني. من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه ياه؟ كده برضه كبداكي بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه. على نعمه ياض يا سكه، انت مخك على قدك. ياض الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سكه، ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه ياه؟ ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون معذور، ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور اسبوع بس، تغني في كباريه دي كبيره عليك. عليا النعمه ياض يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. فلوس اللي تدوها له ده اللي زي ده يخش عليه ثلاث عيل جدعان كده اهو، يقلعوه مالت ويطلعوا الورقه من تحت جلده. ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دي الكسوف يا ولاد، مين ده اللي هيقلعوا مالت عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز بلاش نلجأ للعنف، لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج؟ ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكم نصبه تقيل، هتقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله ب60 نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي قولي بسرعه، ايه الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ اه. وبابي بيقول انها عيانه؟ اه. نخلي كوريا تروح لها. صح، وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا، نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده ازاي؟ ما ان شاء الله انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي لهم وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه، هتدخلي انت المطبخ وهتصب العصير وهتحطي فيه مناوم لابو نجوان، هيشربوا هينام، هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو برافو برافو، تاتش وود دي بنتي. هايتي انت جناني. ميرسي بابي. لبستوا يا ولاد؟ شيلي ايدي من على وشي. شيلي يا حبيبتي، ده احنا لبسنا وقلعنا ثلاث مرات. يا ام كامين. خديهم بقى. لا 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 لا، انا لازم ادخل شريك في المحل ده. اشمعنى؟ انا بقالي ساعه واقف بره مش عارف ادخل من كتر الزباين. ما شاء الله انت هتحسد ولا ايه؟ ما في حد برضه يحسد نفسه. ايه يعني؟ انا بالنسبه لي انا وانت واحد، فاكيد يعني مش هحسد نفسي. لا بالراحه، الكلام ده كبير قوي. طب ما انا عارف انه كبير، بس احنا لسه ما عدناش المرحله اللي تسميها ايه انت، انك بتلاقي تلاكيك عشان تجيلي. والله عندك حق، ده انا برضه النهارده متلكك عشان اجي. طب والتلكيكه ايه بقى؟ دي. وايه دي؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ساعه بس. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ مش عرفني. انا احكي لك انا فكرت فيها ازاي وانت تعرفي يا لمين. قول. بص يا ستي، انا في واحده بفكر فيها 24 ساعه ليل نهار، ما تعديش عليا لحظه غير وهي في بالي. كنت عايز اجيب لها هديه، فقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه. قلت اجيب ساعه عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لها انك وحشتيني وحشتيني. طب حلوة قوي، ما تديها لها. تفتكر هتفرح بيها؟ اكيد هتفرح بيها. متاكده؟ اكيد. عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لك انك وحشتيني وحشتيني. طب وانا بقى جبت لي ايه؟
الشات يا ولا. ما تحكش بس لامك اتوصى بيها. وحط بقى طحينه كتير، حط طحينه كتير. لف لف السندوتشات في الورق علشان خاطر الكياس دلوقتي بقت زي الذهب، غليت قوي 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 قوي. وخلي بالك حط الواد كبدك تحت باطك، لان الواد ده هو هينفعك ان شاء الله. وعلى راي المثل سجد المنجد يديك لحاف زياده يا ولا. كل نصايحك وصلت ياما. بقول لك ايه، ادي اتنين كبده ماشي واتنين سجق ماشي. يلا ما تكل على الله. شكرين يا حبيبي. تكلم على الله، امال احنا تكلمنا على مين يا حبيبي؟ اسم الله عليك. يلا ما خلي بالك من نفسك. حاضر. ما تخانيش مع حد. حاضر يا اخويا. ما تعمليش مشاكل مع حد. عيني. صباح الجمال يا احلى شاعر في مصر. الهنا. بقول لك يا استاذ، كلمه بيني وبينك كده، انا زعلان مع البنت بتاعتي ومحتاج حضرتك تكتب لنا كلمتين كده عشان يقربوا المسافات. نحلل يا سوق. لسه كاتب انا. لسه كاتب كلمتين. من حظك ومن نصيبك. اديني يا استاذ. يا حلال والله. بص، خليكي دايما بصه وراكي. هو ده. شوف. اقول لك حاجه استاذ، كمل يا استاذ. اهو كله هيجي على قفاكي. قفاكي كده هتبعد يا استاذ. قفاكي ايه يا استاذ؟ يا عم كمل. عشان انت كسرت قلبي، كسرت اللي ما بيننا، ورسونت العيش وكنتاكي. كنتاكي؟ طب بقول لك يا استاذ، ما تخليها كبداكي بدل كنتاكي. عايز مستهلك انت صح؟ انا بقى عايز المستهلك بتاع تامر حسني وحماقي العيال بتوع الدباديب دول. يا عم دي اسهل حاجه. خد اديني. احنا بتوع بعض انا وانت. اقول لك عني. هو ده، هو ده الشغل يا نجم. هو ده. قريتك ازاي؟ اديني يا نجم. ما نشغل بعض انا وانت. الله. اقول لك حاجه، والمصعب استاذ ومتلحنا كمان. اديني. انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ استنى بقى استاذ. تطم تطم. ايوه انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ خش يا استاذ بقى على طول. حني بيا ابوس ايديكي كده. البنت هتهرب. يلا يا استاذ. احنا بتوع بعض انا وانت. ايوه هو ده. مالناش غير بعض انا وانت. الله. احنا بتوع بعض انا وانت. الله. مالناش غير بعض انا. الله. انا كايسون وانت ليلى. الله. كايسون هو عنتر وانت عبله. اي عبله. كايسون وانت ليلى. ايوه عنتر وانت عبله. والنبي تديني الكوبلة. الله. حتى ولو اخويا. حتى ولو اخويا. الله. بص هقول لك حاجه يا استاذ، والمصعب 10 10. بقول لك يا استاذ تعب بقى. حق الكبده يا استاذ. بونسوار. بونسوار. S'il vous plaît, monsieur, j'ai envie de vendre cette bague. Qu'est-ce qu'il y a? Police, I want you to come as soon as possible. I have a lady, she's a crook. She wants to sell me a fake diamond ring as an original one. I'm holding her. Thank you. What? This ring is fake? جاي تتنططي عليا في مكان اكل عيش يا كوريا؟ بس العيب مش عليكي، انا اللي اخدتك عليا واديتك قيمه، انا اللي خليتك تتني وتتفردي لحد ما افتكرتي نفسك حرمه. ما تيجي يوم ما تشوفي الحريم عاملين ازاي. بص لنفسك، بص لنفسك يا كوريا. تسترجلت يا كوريا لحد ما هيطلع لك شنب ودقن. انا عملت لك كل حاجه يا كوريا. قلت لي ماليش في الشمال يا ابراهيم، جبتك في اليمين. قلت لي عاوزه خطوبه تخطبنا. قلت لي ابعد عن نوال، بعدتها عني واديتها بالجزمه عليا بايدي كله ياما. ده انا كبداكي اللي تقع منه ما تهزوش. طريق صحراوي يا كوريا، ده اخر الخط بتاعي معاكي. انا نازل هنا يا امي. سلام. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous me laissez attendre ici? Et pourquoi vous avez appelé la police pour moi? Pourquoi? La bague n'est pas originale. Et moi, j'ai pas dit que la bague est originale. Moi, j'ai envie de la vendre telle qu'elle est. Non. Écoute, monsieur, est-ce que la loi ici arrête les gens parce qu'ils veulent vendre une bague qui n'est pas originale? Non. Alors d'accord. Moi, j'ai changé mon avis. Je peux avoir ma bague et partir?
ميرسي. قولي لي بقى يا أميرة القلوب، مبسوطة في البنسيون؟ الحمد لله، ناس كويسين وطيبين، بس أنا عايزة أرجع البيت عشان ألم هدمتاني واتخانق مع سلومة الكلب واخد منه ورقتي. الراجل الناقص زي ما يكون حيرميني، لا كاتب لي مؤخر ولا قايمة. لا لا لا، ولا تروحي ولا تتكلمي ولا الجو ده، وأنا هبقى أجيب لك الورقتين بتوعك بس بطريقتي، خلاص؟ المهم بقى تركزي معايا دلوقتي، تاخدي الحتتين دول تجيبي لك ايه هدمتين حلوين بس يكون فيهم طقم ملعلط كده وبروبرو. ليه بقى؟ لان انا هخرج خروجه ما خرجتهاش قبل كده، هعيشك في امبيانس لم يحدث من قبل. بس كده كتير قوي يا ست عون،